Jacobio. Turi, Xavi, تمريرة ذكية من تشافي. رونالدينيو ماذا سيفعل؟ يسجل هدف التعادل وجها لوجه رونالدينيو. إذا يعدل النتيجة، لكن سنشاهد التمريرة. تشافي هو الذي حرر الجميع بتمريرة ممتازة في ظهر المدافعين. رونالدينيو إذا يسجل الهدف الثالث له في وقت مناسب جدا، الدقيقة 42. البارسا يسجل هدف التعادل رغم خروج ألبرتو، كانت الطريقة الوحيدة لسد هذه الكرة، لكن شاهد هذه التمريرة. يا للروعة، ممتاز تشافي، ممتاز أيضا رونالدينيو الذي يسكن الكرة في الشباك، إذا يسجل الهدف الثالث له. قد تحلو هذه المباراة، قلت منذ لحظات بأن هذا التراجع العفوي والعشوائي لن يخدم بلد الوليد، وبذلك استفاد البارسا رغم التغطية من رافع الشاب الذي لم يتمكن من الضغط هنا على رونالدينيو. ذكي الهدف، الهدف الذي سجله امس لفان نيستلروي رغم الضغط الكبير من